السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. بس جديد هتكلم فيه على بعض الأمور اللي أنا اتسألت فيها قبل كده، وأوضح بعض الحاجات عشان انتوا عارفين الناس اللي بتصطاد في المية العكرة بقى والكلام ده، فبيقعدوا ياخدوا كلمة ويبنوا عليه. الأول أنا هتكلم النهاردة عن العين والحسد، وهتكلم النهاردة زي أنا يعني سيبكم هرد عليكم، واللي عايز يخش معايا في اللايف يبقى يخش في آخر اللايف، بس خليني اقول لكم المعيون والمحسود، الناس اللي بيصيبها عين او بيصيبها حسد. وانا قلت لكم قبل كده وفي اللايف ده واللي فات واللي قبله واللي قبله، انا عندي المعيون والمحسود بيبقى اشد من المسحور. المسحوره ديك واحد اتنين تلاته هتعمل، فالدنيا بتاهل جسدك لعدم قبول السحر او سكن الجن، فبيطلع بالدعاء. وبرده لكن خليني اكلمكم على حاجتين. اول حاجه الناس اللي بتسال، لو انا عارفه ان فلان حسدني، هي ميه الوضوء اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا ان دي سنه منسيه، والنبي عليه الصلاه والسلام امر بيها الصحابي اللي وقع بسبب كلمه صحابي تاني، وقع في قلب الارض وبعدين عي، فالنبي عليه السلام قال مين اللي قال؟ قالوا له فلان، قال له توضا لاخيك، هلا بركت، يبقى اللهم بارك، اللهم زيد وبارك، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، تقولها إذا دخلت جنتك نعمة ليك أنت، تخش تقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حاجة عند غيرك برك عليها، يعني قول اللهم زيد وبارك، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو أنت عارفة إنه فلانة دي الكلمة اللي قالتها لك دي اتأذيتي بعديها، أو لما قالت لك الحاجة دي، أو لما دخلت عنك اتحسدتي بعديها وتعينتي بعديها، قول لها هاتي لي مية وضوء. والناس ما تزعلش يا جماعة، فاللي انت شكيتي فيها ان هي حسدت او كذا، تتوضا وتجيبي ميه الوضوء. ده مفيش داعي طبعا لموضوع ان هي تستنشق وتبالغ في الاستنشاق والاستنصار، لكن تاخدي الميه بتاعتها وتغتسل بيها المعيون او المحسود لو انت تاكدتي انه فلانه ديت هي اللي عامله. والناس ما تزعلش، يعني انا عايزه البنات والزوجات لما تيجي واحده تقول لك هاتي لي ميه، ما تزعليش، طالما انت سليمه ما تزعليش، انت زعلانه ليه ما تعطيها؟ يعني هو المستهدف انك تشوفيها عينه سته تعطيها، هي تظنك انك انت خلاص. الله، هي المشكله في العين او الحسد انها ما بتجيش في الحاجه اللي اتقالت، يعني يا سلام شوفي فستان، ما بتجيش في الفستان، ممكن تيجي في رجليها وهي ماشيه، ممكن تيجي تخبط. فشعاع الحاسد انت ما انتش عارفه هو رايح فين. طيب المفروض ان انا احصن نفسي بايه؟ او ان انا خلاص اصابني الهم والغم والحسد والعين واصاب كل الامراض واصابها كذا، يبقى اول حاجه ان تاخدي ميه الوضوء بتاعت اللي انت شكيتي فيها دي، قولها توضي له، تجيبي ميه وضوءها تغتسلي بيها يشفى باذن الله. وبعدين الادعيه، وبعدين التحصينات اللي احنا بنقول عليها، بسم الله ربنا بريقت بعدنا بتربط ارضنا، وتشاوري على الحاجه اللي وجعك يشفى مريضنا باذن الله. تاني، بسم الله ربنا بريقت بعدنا بالسبابه بتربط ارضنا، وعلى الحاجه اللي بتوجعك او راسك او اي حاجه البشور اي حاجه يشفى مريضنا باذن الله. والادعيه، بسم الله ارقيك من كل شيء يزيك من شر كل عين حاس، الله يشفيك، بسم الله ارقيك، او نحن نقول اعوذ بعزك لو كرم شر ما اجد احال ثلاثا، او نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبعا. كل الحاجات اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام، الفاتحه سبع مرات نسترقي بيها، اول البقره اول خمس ايات من سوره البقره، ايه الكرسي، ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اواخر سوره البقره اواخر ايتين، قل هو الله احد ثلاثا، قل اعوذ برب الفلق ثلاثا، قل اعوذ برب الناس ثلاثا، وبعد كده ايات الرقيه كلها. لا عايز يقول الصفات، اول عشر ايات من الصفات تمام، وهذه برضو من الوصى بيها النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنهيئ الجسد، يبقى الاذكار، الوضوء، سوره البقره لا يستطيعها البطل اللي هم السحره، والتلبينه. يا جماعه احنا ليه ناسين التلبينه؟ ما تيجي نحيي سنه التلبينه. التلبينه شراب النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه هو مجمه للقلب، مجمه للقلب يعني علاج لحزن القلب. اللي عنده ميت كانوا يعملوا له التلبينه، اصنعوا الآل جعفر وساقوم التلبينه، ليه؟ مجمه للقلب، بترم القلب. فلما النبي يقول كده انا صدقه عليه الصلاه والسلام، انا صدقه على طول، واروح اجيب التلبينه واشربها، لا نفسك لا تحزن ولا الكلام، مع اذكار الصباح والمساء عشان دي حزن، الصلاه على وقتها دي حزن، مي الوضوء دايما متوضيه ديت حزن، يبقى شوفي حزن القران والصلاه والاذكار والتلبينه وهكذا. كمان من ضمن الحاجات رقم اربعه القسط الهندي. القسط الهندي ليه ما بنعملوش؟ القسط الهندي علاج لكل ده الا السم اللي هو الموت والهرم وانك تكبري في السن. ما احنا قلنا امبارح حاجات لعدم كبار السن، وتفضلي شباب دايما بذكر ربنا وبقراءه القران وبصلاه القيام والصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام وزيت الزيتون طبعا.
اللي معلش اللي ما بياخدش الكلام ده بروح طيبه، بس انا برد اهو على تعليقاتكم، اللي ما بياخدش الكلام ده بروح طيبه شكرا ملناش دعوه بيه خلاص، هو كده والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده. يا جماعه يا جماعه والله انت ممكن على فكره اللي قدامك ما تبقاش واخده بالها ان هي بتحسدك، ما تبقاش واخده بالها من الكلام ده، وما تبقاش واخده بالها ان الكلمه دي فيها كذا، فقولي لها لا براكي وهاتي لي ميه الوضوء، ما لو ما استطعتيش تاخدي منها ميه الوضوء عليكي بالحاجات التانية، بس هو النبي عليه الصلاه والسلام قال العلاج في ده، يعني تبرئه المعنون من عين الحاسد بميه وضوءه. النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، نبرك على الحاجه، اللهم بارك، اللهم زد وبارك، اللهم زدك وبارك يا رب عليكم يا رب. ورقم اتنين انك انت تاخدي منها ميه الوضوء وتعملي بقى الحاجات دي، سوره البقره، اذكار الصباح والمساء، الوضوء، ايات الشفاء كلها اللي احنا قلنا عليها، الفاتحه، اوائل البقره، واتبع ما تطلو الشياطين على ملك سليمان، ايه الكرسي، اواخر البقره، كل واحد ثلاث، كل واحد برب الفلق ثلاث، كل واحد برب الناس ثلاثه، او العشر ايات من الصفات. قولي الكلام ده، وبعدين اللي هي بقى الادعيه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه يا جماعه الله يصلح حالكم، محدش يزعل، ويا نساء احيوها احيوها، من احيا سنتي قلتها امبارح، من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد ولا اجر 80 شهيد في روايه ثانيه. حلو جدا، المهم ان احنا نحيي السنه دي، وتعالوا احنا كمسلمات صالحات نحب الله عز وجل ورسوله، يقول له يا رسول الله احنا احيينا السنه دي، محدش يزعل ولا تتقمص ولا حبيبتي لا. يبقى التلبينه من المشاريب، التلبينه مجمة للقلب، عند حزن تلبينه، القسط البحري او القسط الهندي ده مهم، والحبه السوداء بقى اللي هي حبه البركه والكلام ده تحطوها حلو جدا، اي حاجه وصفها النبي عليه الصلاه والسلام. ومن ضمن الحاجات، ليه الصوت مش واضح ليه؟ لا من عندكم انتوا، ده انا بزعق اهو. لا طب انا مش عارفه انا محسود ومعيون ولا انا مسحور، اعملي الحاجات كلها، اعملي الحاجات كلها اللي هي ايه؟ تجيب القصة الهندي منين؟ من العطار، قولوا عايزين قصة هندي، عايزين التلبينة من العطار، ماء السدر، ماء السدر بيبقى ورق كده بتغليه بتحطيه في مية مغلية وتقفلي عليه وبعدين تشربيه، عايزين تحطوا عسل حطوا، مش عايزين تحطوا عسل، ناس عندهم شوك السكر شبانة خلاص. التلبينة هي هتلاقي مكتوب عليها، اسأل عطار بتتعمل بلبن، شربيها وتحفة جدا اي حزن. قالوا احنا ما شاء الله علينا احنا الحريم بنحزن، احنا على طول حزنانين ومقمصين وحالنا ما شاء الله علينا، فتحط يا جماعه والله ما فيها، من الصوت عالي اهو اهو، ازعق اكتر من كده. لو ما اعرفش الشخص اللي حسدني كل اللي دخل عليك يا تيم، مين اللي دخل عليكي في وقت اللي بتاع فلانه وفلانه؟ هاتوا لي كلكم، والله انا اعرف مجموعه والله، ودكاتره يعني ناس علميا ما شاء الله ولا قوه الا بالله، وتقول لك لا 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 انتوا اللي دخلتوا ما فيش غيركم اللي اتصلت عليكم يلا هاتوا، ولا يزعلوا روحهم حلوه اللهم بارك. وناس اساتذه في جامعه يعني، مش ناس تقول لها يا سلام هو احنا اللي مش عارفه ايه، هو احنا يا ست هاتي خلاص. الناس بتقول الصوت واضح ودوروا على السماعات بتاعتكم بقى، ماليش دعوه. النقطه الثانيه اللي انا حابه انبه عليها جزئيه ان انت معلش يعني بالراحه كده يا اخوات، هو انت زعلانه من ايه؟ ها؟ هو انت زعلانه من ايه؟ ايوه عين الحاسد يا بنت العين، دخلت الجمل القدر وادخلت الرجل القبر، حتى لو قريبك، حتى لو اقرب الاقربين، فما نزعلش من الكلام ده، ما نزعلش. الحاجات اللي اعرف ازاي ده سحر ولا عين ولا اعمل كله، لا طب ما انا اعمل كله، ما انا هيئ جسدي انه ما بقاش عرضه لسكن الجن باللي انا بقوله ده كله. الميه اللي بتشربيها هاتيها واقراي عليها، يلا الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا حول ولا قوه الا بالله، قولي الفاتحه، بسم الله الرحيم، خلاص قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، ونشرب، اطبخوا بيها، اغتسلوا بيها. معلش بصوا، ناس قلوبها سليمه مش قلوبها سليمه، وانت خايفه ليه؟ قولي لها وانت مش قادره تديني ليه؟ ها وحطيها قدام الامر الواقع وفرجيها، قولي لها دكتوره هلا سميري كانت بتقول كده، فرجيها المقطع ده. يا جماعه غلط غلط غلط، يعني انا نفسي بالله عليكم بس عشان نبقى الامر ده امر واضح، واحنا يعني لا ناذي، واحنا هنفرح باذيه الناس؟ انا ما بقولش ان الناس ممكن تكون حسد يا ستي بغير قصد، قالت بدون مثلا قصد منها، ها بدون قصد منها، خلاص تمام قدر الله ما شاء فعل، هاتي ميه وضوئك وهاتي كذا وهاتي كذا، واحنا نتوكل على الله. يعني النقطه دي انا مش عايزه حد يزعل منها، ليه؟ لانها سنه عن النبي عليه السلام، وانا بصدق كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فعلاج الحسد تاني، والعين والسحر تاني، سوره البقره، الصلاه على وقتها، اذكار الصباح والمساء، دايما متوضيه لان هيحصل عندك انفلات في الريح، دايما على وضوء، توضعي روحي تاني، معلش الشتاء جاي معلش.
عرفت ان في واحده دخلت عليكي وساعتها مرضتي او حصل لك حاجه، على طول هاتي ميه وضوءها، قولي لها توضي لي وتاخدي ميتها وتغتسلي بيها لو انت متاكده. طب كذا حد مش عارفه مين، هاتي كل اللي دخلك، ما فيش مشاكل من الكلام ده، بحيث ان احنا تبقي انت على الاقل على الاقل خدتي بالاسباب. اللي قدامك قول 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 اللهم بارك قول، واللي نسيت تقول تذكريها ما تتكسفيش. وهي لا لا ما تزعليش، ومش عايزين النساء يزعلوا، وليحيوا السنه دي. وايات الشفاء كلها، المشاريب، التلبينه، القسط الهندي لو لقيتيه مر على طول تعرفي، يعني انا اعرف ناس صالحه جدا تختم القران كل 3 ايام ولا كل 5، يقول لك الله حلو اليانسون ده يا ستي، هو اليانسون والله ده مر جدا، ده المر جدا اعرف انك انت معيونه على طول او في حاجه. القص الهندي والتلبينه وميه السدر، ورق بيتجاب من عند العطار بتغليه تحطيه في ميه مغليه وتقفلي عليه عشان زيوت طياره، وبعد ما تقفلي عليه تقومي جايه انت حاطاه فين، واخداه وشرباه. حلو جدا برضو ميه، وقراي عليها ميه سدر دي، قراي عليها. الناس ساعات بتعمل الزعفران ساعات يعني، لكن ده اللي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. وندعي، ما حدش هيضرنا بحاجه الا اذا كان ربنا كاتبها او ابتلاء. واعرف ناس والله نتعالج من ايه، ما انا بقول لك اهو، لا ارجعوا للفيديو من الاول، مش قادره اعيد تاني انا. نتعالج منها ان احنا نشرب الحاجات ديت، وان احنا نقول الحاجات الوصايا اللي انا قلت عليها، ومحدش يزعل. صح المثل ده صح، بس انا مش هقوله عشان ما عنديش له سند شرعي، المثل اللي انتوا كاتبينه ده. قولي لهم ازاي نجيب ميه الوضوء، قولي لهم انا عايز ميه وضوءك، انا تعبت وانت وفلانه 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 عايزه ميه الوضوء بس. وندعي ربنا ان ربنا يا رب يعمل. ايوه ايوه اغتسلوا عليها، اغتسلوا عليها الميه دي لو عايزين تقراوا عليها، بس هي ما وراتش نقرا، هاتي ميه الوضوء واغتسلي بيها، حطي على اليمين والشمال وعمي الجسد بالماء، وبعدين اطلعي. العيل اللي اتحسد غطي وشه وايده ورجله وبتاع واماكن السجود بالكلام ده. مسك الطهاره طبعا ممتاز جدا، والمسك ذات نفسه الجن يكره، 7 تمرات الصبح و7 تمرات ده الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا منهم، اللهم امين. القسط الهندي لا مش غالي والله، موجود في كارفور في مصر وموجود في كل مكان وعند العطار، اسمه القسط الهندي او القسط البحر. والتلبينه كمان والله، التلبينه واحنا كده ما نروح عند حد، لا نخش ولا نفتح، ومبقاش بكحين كده ووريني وفرجيني واعمليني وبكام يا جماعه، ما تروحوا كده يا عين، ما والمكان اللي قعدوكوا فيه عضو فيه، يعني في ادب كده واتيكيت للاسلام كده، اللي احنا يعني العادات دي والحاجات راحت يا ستي، مش عادات ده يعني حاجات من الذوقيات، يحطوكي في المكان كده، وراتك مركيش، قال ما شاء الله ولا كده، خلاص يا ستي وهكذا. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى ينجينا وينجي امه محمد من علامات الساعه، تغول عالم الجن على الانس، من علامات الساعه تغول عالم الجن على الانس. ادعو الله سبحانه وتعالى ينجينا، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان هو يحفظ امه محمد صلى الله عليه وسلم. والنهارده بقى ليله الصلاه على الرسول السلام، النهارده الخميس صباح الجمعه، ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل صلاتنا عليه. بلغوا الصلاة، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد صلاة الكمال، اللهم صل على محمد سلام الجمال، اللهم صل على محمد الصلاة نحل بها العقد نفك بها الكرب، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ادعونا ادعونا وما صلى على السلام، واللي يجي يشوف الرسول في رؤيا يسلم لنا عليه، كل واحد يسلم على التاني. وألقاكم بقى إن شاء الله بإذن الله في الفردوس الأعلى، يلا إن شاء الله يا رب، اللهم من صحبة النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.